يمتلك البرنس أشرف قاسم نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق سجلاً حافلاً خلال مسيرته بالملاعب، حيث لعب 276 مباراة مع الزمالك سجل خلالها 28 هدفاً، ولعب 78 مباراة مع المنتخب الوطني سجل فيها 3 أهداف، وحصل على كأس أحسن ناشئ عام 1984، كما حصل على كأس أحسن أخلاق مرتين عام 86 و90، إضافة إلى حصوله على كأس أحسن لاعب عربي 3 مرات أعوام 87 و92 و93، وحصل على كأس أحسن لاعب مصري موسم 91، وفاز بلقب أحسن ليبرو مصري وثاني أحسن لاعب في الدوري السعودي 93. وحقق البرنس مع الزمالك العديد من الألقاب، منها 4 دوري وبطولة كأس مصر مرة واحدة عام 88، وبطولة أفريقيا 4 مرات، والبطولة الأفرو أسيوية مرة واحدة، وكأس السوبر الأفريقي مرة، وساهم مع المنتخب في الفوز ببطولة الأمم الأفريقية 86 بالقاهرة، والتأهل لنهائيات كأس العالم بإيطاليا 90. ونظرا لعشقه للملاعب اتجه النجم الأبيض لمجال التدريب عقب الاعتزال، وكانت البداية مدربا لفريق الناشئين بالزمالك، ثم انتقل للفريق الأول مع الألماني أوتو فيستر، ثم عمل مع محسن صالح في تدريب المنتخب الوطني لمدة عامين قبل أن ينتقل معه لتدريب العربي الكويتي، وخاض بعدها رحلة من التدريب مع بعض فرق الدوري الممتاز. أشرف قاسم وعده، أشرف في خطر وبيلعبها جوه الجول، أشرف قاسم. هو برنس الكره المصريه فعلا، يعني وانا صغير كده كنت كابتن اشرف قاسم بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، كنت احب اقعد اتفرج على الشياكه في الاداء وفي اللبس وفي الشكل وفي المظهر وفي الكوره. ليبرو بقى، كان زمان الليبرو بالمعنى الصحيح، راجل بيزيد من ورا كده شكله حلو وهو بيلعب، اداؤه جميل وشيك ككره قدم، غير طبعا الشكل الجمالي. لكن كابتن اشرف قاسم ده حاجه كده يعني ما جاتش زيها في مصر. لكن ان شاء الله، وعايز اقول لكم كابتن اشرف قاسم لما شفته النهارده حسيت ان ده اشرف قاسم اللي هو بيلعب، مش عارف، خاسس جامد جدا جدا جدا. النهارده طبعا ضيفنا كابتن اشرف قاسم برنس الكره المصريه. ازيك يا كابتن اشرف؟ ربنا يخليك كابتن كريم، انت رجعت شكلك وانت بتلعب. شكرا على المقدمه. لا يا كابتن، انت يعني دلوله الاصابه في الرباط الصليبي، انا فاكر كذا مره جالي غضروف مرتين. غضروف مش رباط صليبي؟ لا، ده غضروف ما لعبكش كاس عالم. كابتن جوهري الله يرحمه، كابتن جوهري الله يرحمه، بعد ما كان بعد المباراه الاولى بتاعت الجزائر رحنا لعبنا مباراه وديه في اعتزال لاعب كده في قطر، واتصبت هناك. كان اللاعب اللي اصابني كان هو صديقي جدا، فادي خميس. فادي خميس بتاع المنتخب الاماراتي. طبعا. وجالي الغضروف، والمفروض ان انا كنت انزل اعمل العمليه بسرعه للمباراه الجزائر الثانيه بعديها باربع اسابيع، فكابتن جوري رفض، قال لا هنعمل علاج طبيعي وتكمل بقى معنا. فضلت بقى اكمل لغايه ما عملت الغضروف. غضروف اللي هو دلوقتي تقعد اسبوعين، بس انا كنت موجود. ايوه، بس ده غضروف ما لعبكش كاس عالم. هحكي لك على قصه سريعه كده، واحنا في كاس العالم فكل قبل كل مباراه كابتن جوهري يجي يقعد معايا في الاوضه ويقول لي اشرف معلش المباراه دي مش هتبتدي، هتبقى موجود معانا بس، والمباراه اللي جايه جهز نفسك، انت بتتمرن كويس كل حاجه. كل مباراه كان بيجي يقول لي كده، فجالي على قبل اخر مباراه ماتش انجلترا فقال لي بص انت ان شاء الله لو صعدنا تالت انت هتلعب المباراه، وانا بقول لك كده اعمل حسابك من دلوقتي، انت خلاص جهزت دلوقتي ان انت تكون موجود. فقلت له طب المباراه اللي يعني لو صعدنا هنلعب مين يا كابتن؟ قال لي هنلعب البرازيل. فقلت له يعني انت سايب لي كل المباريات اللي بتلعبني البرازيل؟ قال لي لا انت هي دي المباراه بتاعتك وهتشتغل وبتاع، بس ما توفقناش. بس كانت ركبتك وجعاك وانت في المعسكر؟ لا خالص خالص. كنت بتمرن 3 مرات في اليوم مع كابتن علاء شاكر، انا وعلاء ميهوب. ودليل على كده ان انا بعد ما رجعت انا خدت احسن لعيب في مصر سنتين ورا بعض بعد ما رجعت. من غير عمليه؟ لا عملت غضروف. عملت غضروف بعد ما رجعت من كاس العالم؟ لا، قبل ما اروح. قبل ما تروح رحت. امال انت كان ايه، ما كنتش لسه جهزت يعني؟ ما كنتش لسه جهزت طبعا. بس الفتره اللي انا رحنا فيها قبلها بشهرين كنت دخلت بقى في فورمه بقى مباريات وبلعب مباريات وديه. بس هو كان ابتدى يركز على المجموعه اللي تلعب، فاحنا ما كانش فارق معانا مين اللي يلعب او مين ما يلعبش يعني. وصلنا هناك ده كان اهم حاجه، وكان حلمي والحمد لله اتحقق، وبنتمنى ان شاء الله الفتره اللي جايه يتحقق اكيد يعني باذن الله. ان شاء الله. قول لي بقى خسيت ازاي كده تاني؟ انت نازل مثلا 15 كيلو مثلا؟ لا اكتر. كام؟ حوالي 23 كيلو. يا ما شاء الله، ده في قد ايه بقى؟ بس انا شفتك في التلفزيون بتحلل في 7 شهور في قناه الحياه. ما كنتش كده؟
لا كنت ابتديت بس مش بالشكل من ده. حوالي 7 شهور او 8 شهور ابتديت. انا حاسس انت ناوي ترجع تلعب ما شاء الله برضو انت خاسس ما شاء الله يعني، او يمكن من انت بتبتدي اليوم من بدري جدا لغايه الله يكون في عونك ربنا يديك الصحه. انا مستمتع بالاعلام يعني سواء في التلفزيون او في الراديو. لا انا بحييك جدا انت كل ما مدى يعني بتحط اسمك ورجليك في مكانه كبيره جدا، والناس فعلا بتثق في كلامك ومش مجامله. انا ما بعرفش اجامل يعني انت فعلا بتوصل المعلومه صح بدون اي مجامله مع اي حد ايا كان مين هو. حتى ساعات بتيجي على ناديك والناس بتزعل منك، لكن انت بتقول كلمه حق عشان توصل لهم المعلومه بشكل صحيح. معاك طبعا فريق عمل رائع جدا طبعا. اداره قناه ما شاء الله يعني كلها بتحاول انها توصل للنجاح. محمد ابراهيم طبعا مخرج كبير وحبيبي جدا وفعلا في حاجه جميله واعتقد ان الناس مستمتعه جدا بنقلكم للدوري الممتاز به. اللي انا حبيت اسميه حاجه تانية، كان زمان بيقولوا دوري المظاليم، لا انا بقول دلوقتي دوري الاضواء به. أي. لان فعلا بعد تسليط الضوء عليه اعتقد ان دي حاجه بقت رائعه جدا يعني. بالظبط. طيب عايز ابدا معاك من الزمالك، اللي انت نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر وده ناديك برضو طبعا، ورايك طبعا. ايه في اللي بيحصل وده يعني بقاله فتره بيحصل تغيير المدربين الكتير، ورغم ان الزمالك نتائجه كويسه في الدوري بس خسرنا طبعا بطوله افريقيا. هو المستشار مرتضى عمل حاله كده في موضوع تغيير المدربين. احنا كلنا كنا دايما بنقول بالنادي بالاستقرار في عدم تغيير المدربين في اثناء الدوري، واعطاء فرصه كبيره للمدربين تاخد فرصتها علشان تقدر ان هي تقول او تبقى ليها بصمه في مع الفرق. الدوريات اللي في اوروبا كلها موضوع تغيير المدرب ده في اثناء الموسم تعتبر شبه مستحيله يعني. هو دخل في المنطقه دي ويقدر ان هو يغير الشكل ده، عشان كده انت لغايه النهارده في 8 مدربين اتغيروا في الدوري. الموسم اللي فات كان في تغييرات كبيره جدا. نجاحه في تغيير المدربين ونجاح الفرقه والحصول على بطوله الدوري والكاس وصلت الناس ان النجاح ممكن يجي من نقطه زي دي. طبعا دي حاجه مش في كل وقت ممكن تنجح، مش في كل وقت. طبعا الوضع اللي احنا شفناه امبارح والفتره الاخيره بالنسبه ان انا كراجل زملكاوي وطبعا بحب نادي الزمالك جدا، كنت اتمنى ان هو ما يحصلش يعني. حتى لو كان في مشاكل تبقى داخل الغرف المغلقه في اجتماع ويتم التباحث على الوضع بتاع الفريق اذا كان في اي مشاكل زي ما حصل في الفتره الاخيره، ولو ان برضو كانت الناس كلها عارفه. ايوه فمش عارف يعني، ده رايي الشخصي. واتمنى ان هو الفتره اللي جايه نمشي في نفس النهج ده يعني. انا كنت بتكلم دايما ان الزمالك عنده كابتن عناصر النجاح يعني، عنده دلوقتي فلوس بصراحه. مرتضى منصور ومجلس الاداره طبعًا. قدروا يوفروا امكانيات كويسه لل ده حقيقي لعيبه مميزه جدا. انا ببص في قائمه الزمالك في كل الخطوط ثلاثة واربع لعيبه في كل مركز وما شاء الله اسماء كبيره ونجوم مصر كلهم. موضوع المدربين انا شايف ان المشكله مش المدرب يمشي او يقعد، انا شايف ان المشكله في تخطيط الإدارة لمدى زمني كبير أو صحيح. طويل. اللي انت لما بتيجي تختار من وجهة نظري عارف بتاخد قرار انفعالي تختاره وخلاص وتلصم جهاز، فبعد كده بيبقى الأمور ما بتمشيش، لكن ما فيش دراسة أو تخطيط لمدى زمني طويل للمدربين في نادي الزمالك. اللي أنا أجيب مدرب واختار اللي هو ده مناسب فعلا نادي الزمالك واجيب له جهاز يتوافق يكون المدير الفني هو اللي عايزه مش الإدارة هي اللي عايزاه. صح عشان ينجح. أنا شايف كده دي مشكلة الزمالك. وبقول تاني لازم يا جماعه عشان الزمالك يبقى يحقق الحلقه المفقوده كابتن اشرف المدرب ده شيء مهم يعني. شايف حسام البدري جبنا الماتشات الاهلي كلها، لا في شغل السنه دي في تطوير في اداء الفريق. مختلفين شكلهم مختلف خالص غير الموسمين اللي فاتوا كمان. ودايما الكوره برضه عشان الناس ما تزعلش مني اهلي وزمالك يعني، دايما حط الاهلي وقارن بيه الزمالك او حط الزمالك وقارن بيه الاهلي. ده حتى كمان اللي في الانديه الثانيه بيبصوا على الاهلي والزمالك طبعا وبيحاولوا ان هم يقلدوهم، ودليل على كده اللي بيحصل دلوقتي طبعا. لكن اللي حضرتك بتقوله طبعا انا معاك 100% ان انت بتتكلم كلام صح، ان لازم يكون في بدايه التعاقد مع اي مدرب لازم بيبقى في قاعده عشان تبقى في تتوضع الاهداف ما بين المدرب وبين المجلس الاداره. انت هتعمل ايه ومحتاج ايه ومش محتاج ايه وطموحات المدرب ايه وطموحات النادي ايه. فالطبيعي ان انت لما بتيجي في نادي كبير زي نادي الزمالك طموحاتك ان انت بتحصل على بطوله يعني، ما في المركز تاني انت خسران طبعا. فالمفروض دي تكون واصله للمدير الفني. الحاجه الثانيه والاساسيه ان زي ما حضرتك بتتكلم دلوقتي اعتقد ان نادي الزمالك دلوقتي من اكبر الانديه اللي بتوفر كل حاجه للمدير الفني اللي موجود. صح. يعني المدير الفني اللي بيبقى موجود هو محتاج ايه يتوفر له؟ لاعبين اللي هي الادوات اللي بيتعامل بيها،
المكان اللي بيقدر يتعامل فيه او بيتدرب فيه موجود، الموضوع ده موجود. النواحي الماليه والماديه للاعبين ومستحقاتهم موجود. اعتقد يمكن في خلال الثلاث سنين اللي فاتوا دول ما فيش لاعب كان ليه اي مستحقات، ولو كان ليه حد مستحقات بتتحل بقى بشكل ودي او بيبقى فيها امور تانية زي ما احنا بنشوف وبنسمع. لكن انت الامور كلها مهيئه لاي مدير فني جه مصري او اجنبي. مصري او اجنبي. نيجي في النقطه المهمه، هي موضوع اللعيبه وطريقه توظيفك للعيبه كشغل فني تدريبك بقى. ده كمان. شغل فني بقى. أيوه. وطريقه التعامل مع اللاعب يعني مهم جدا برضو. اسلوب التعامل مع اللاعب دي مهمه جدا، ان انت لازم تعرف انت بتتعامل مع اللاعب ازاي، وكل اللاعب ليه تعامل مختلف. أيوه. مش قصدي ان انت بتدلع واحد او بتحاول ان انت تتهاون مع لاعب، لا. انت بتحط اسس معينه لكل الفرقه، والفرقه كلها بتمشي عليها، وده اعتقد ساعات بيبقى موجود في النادي الاهلي، وساعات برضو الدنيا بتقع يعني برضو. كان في مشاكل في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت يعني. بالزبط. مشكله الكابتن حسام مع الكابتن عماد متعب بتحصل يعني، مش عايزين نقول ان الزمالك بس فيه. لا مفيش فريق، لكن ازاي ان انت تحتوي المشكله بسرعه وما تحاولش ان انت تكبرها. هي دي مهمه جدا يعني، ما علشان تنجح في ناس كتير جدا هتحاول توقف لك النجاح ده. ما تديش فرصه لحد ان حد يوقف لك نجاحاتك. انت عايز توصل لاهداف، عايز تكسب دوري، عايز تكسب كاس، عايز توصل تكسب بطوله افريقيا، ده الطموحات بتاعت نادي الزمالك، زيها زي طموحات النادي الاهلي. هتوصل لها ازاي وهتسعى ليها ازاي؟ لازم تبقى حاطط اسس معينه عشان تقدر تمشي عليها. ولازم يمشي عليها اللي جوه النادي، يعني لازم يمشي عليها اللي جوه النادي اذا كان من النواحي الفنيه او الاداريه. لكن في امور طبعا بتبقى صعبه شويه، احنا عارفين المستشار مرتضى كرئيس نادي ليه وضع معين في طريقة التعامل. المفروض المدير الفني بيجي بيبقى عارف هو هيتعامل ازاي، بيحط برضو الأسس بتاعته من بداية الأول يوم يبقى فيه لقاء بينه وبينه عشان يقدروا يمشوا عليها صح. انت بتقول وفي ناس كتير جدا بتوعيب على المستشار مرتضى كرئيس نادي انه بيتدخل، هو انا قلتها اكتر من مرة، من صلاحيات رئيس النادي ان هو يتدخل في انه يعرف اللاعب ده ما بيلعبش ليه او بيلعب ليه وهيلعب امتى. ولا ما يسال المدير الفني، لا ده صلاحيات ده رئيس نادي. بالزبط. او اي عضو مجلس اداره. من صلاحياته انت لما كنت عضو مجلس اداره، لو انا ماسك الفرقه ومدير فني، لما بتيجي تقول لي هو فلان ده ما بيلعبش ليه، يعني انا شايف ان هو كويس ما بيلعب، هقول لك هو ما بيلعبش ليه، ممكن يكون مصاب، ممكن لسه مش جاهز، ممكن عنده مشاكل، فانت بتعرف الامور دي. بالزبط. لكن هو اللي مش صح ان انت تقول لي لازم تلعب فلان. لا يعني دي مش بتاعتك. لكن لازم اقول لك هو ده انا شايف انه كويس هو ما بيلعبش ليه، فانت بتشرح لي هو ما بيلعبش ليه، وده ده من حقهم، من طبعًا حق طبعًا اي واحد مسؤول في مجلس الاداره. بالزبط. طبعا ما فيش كلام. لكن مش من حاجه ان انت تقول لي لاعب فلان او ما تلعبش فلان، وده طبيعي ولازم يكون اي حد مسؤول بيبقى عارف كده. تمام. وفي اي حته في الدنيا مش في نادي الزمالك بس يعني. فالامور اتمنى ان شاء الله الامور تبقى اهدى من كده الفتره اللي جايه، لان نادي الزمالك احنا على فكره نادي الزمالك ناقص له 4 مباريات في الدوري لسه ما لعبهمش. اول طبعا صح، يعني احنا مش عايزين ان الدنيا تفك مننا يعني. الامور بسيطه جدا ومعاك لعيبه على مميزه جدا. وحضرتك تفضلت وقلت على الموسم اللي قبل اللي فات ان كان احسن لعيبه في مصر موجوده في نادي الزمالك. بالظبط. عشان كده خدنا الدوري. يعني كان في حوالي 15 لاعب برضو نجح مجلس الاداره ان هو يضمهم، وهم دول اللي كسبوا النادي. فالامور لازم تتاخد بس بهدوء شويه عشان توصل للحاجه. طيب كانت مفاجاه بالنسبه لاشرف قاسم ان مؤمن سليمان يكون مدير فني نادي الزمالك؟ كانت مفاجاه. لكل مصر كانت. ما حدش كان لان مؤمن كان بعيد، ومؤمن نجح جدا مع الانتاج الحربي وقدر ان هو يصعد بالفرقه، كان ناجح جدا مع الاسيوطي. فالامور لما يعني اختلفت شويه كده، كان في بعض المشاكل اللي كانت موجوده في النادي، رؤيه المجلس الاداره ان مؤمن كان يبقى موجود، والحمد لله الفتره اللي مسي فيها نجح فيها. لكن هي بتصادف اي مدرب في الدنيا في نجاحات واخفاقات يعني، في مدربين كبار جدا اخفاق يعني. مورينيو ده ما يعني مباراه النهارده لو انت اتفرجت عليه هو بعيد جدا، ممكن ما ينجحش يعني. بالظبط. طيب كابتن اشرف، خلاص مرحله مؤمن سليمان عدت ومسك، وانا كنت شايف ان مرحله مؤمن سليمان انت قلتها هتخلص بماتش افريقيا الثاني. أيوة. اللي هو دوري الابطال، وده كان يعني مؤكد جوه نادي الزمالك مؤمن سليمان خلاص. أيوة. مش هيكون موجود، بس هو هيمشي ازاي وامتى. أيوة. ودي كانت مشكله ان دايما كل ما بيكون في قرار من الاداره حتى لو قرار سري مش معلن وبيتاخر بتاثر على الفرقه بعد كده. وفعلا شفنا الزمالك يعني الماتشين اللي فاتوا مع المصري وطنطا و20 رغم ان الزمالك بيكسب. طب تسمح لي اقول لك على النقطه دي بالذات، هو مهم جدا ان اللاعب
يبقى عارف ان المدرب بتاعه ده موجود لاخر السنه. صح. لو اللاعب حس ان في نوع من التوتر ما بين المدرب ومجلس الاداره وفي امكانيه ان هم يمشوا المدرب، هتلاقي في نوع عدم، هيبقى في حاجه اسمها يعني ايه، عدم انصياع لاوامر المدرب. ما فيش عدم اهتمام، مش مهتم ان هو لو اداله تعليمات ما هو كده كده ماشي. صح. فانا اركز في اللي هيجي. هي دي مشكله في اللاعب المصري على فكره، هي طول عمرنا كده. لما انت بتحس ان في مدرب ماشي، وخصوصا في نوعيات لعيبه دلوقتي بتبقى مختلفه شويه، بيبقى كل همها ان يطردي فلان على حساب فلان. فده اللي حصل اعتقد مع مؤمن، يعني ان هو مشي وبعدين رجع تاني، بقى الثقه ما بقتش موجوده عند اللعيبه في المدير الفني. اه طبعا. رايك ايه في وجود كابتن محمد صلاح كمدير فني خلال الفتره القادمه؟ لا، ما دام خلاص بقى مدير فني نادي الزمالك، احنا دايما مع اي حد، اي حد ايا كان مين هو اسمه ايه. ما لما مؤمن جه هو في سنه صغير وكان بعيد جدا، كلنا سندناه وكنا في ظهره على طول، وبنتكلم عليه كويس وعلى طريقه تفكيره وشغله، وفي نفس الوقت بننتقده لما بيغلط. طبعًا. وده طبيعي، ولا اي حد هيجي برضه هنقف جنبه وهننتقده لو في اخطاء. لكن طبعا ما اعرفش هل هو هيستمر لنهايه الموسم ولا هيبقى في تغيير او شبه يعني حاجه مؤقته. لا، هو هيستمر الفتره. متاكد؟ لغايه، انا متاكد لغايه اخر الدور الاول. مجلس الاداره خلال فتره توقف الدوري يقيم النتائج، الاداء. معاك كده. ولو مثلا امور مش ماشيه كويس خلال فتره توقف الدوري اللي هي شهر وحوالي 10 ايام او شهر ونص او شهر و10 ايام، طولة الامم هيبقى في مدير فني اخر. لو الامور ماشيه كويس والزمالك بينافس والاداء كويس والنتائج كويسه، كابتن محمد صلاح مكمل لنهايه الموسم. لو الامور بقت واضحه كده يبقى حاجه كويسه جدا. وعلى فكره في فتره من الفترات كان برضو في موضوع تغيير مدرب، وجي كابتن محمد صلاح والمستشار مرتضى قال كابتن محمد صلاح مدير فني مؤقت للفرق، والامور كانت واضحه. وعلى فكره الوضوح ده مش حاجه وحشه. يعني هو كان عارف ان هو موجود لغايه لما يجي مدير فني تاني. هل الوضع ده هيبقى كده برضو الفتره اللي جايه ولا لا؟ يعني هل في سعي لوجود مدير فني، وهل هيكون مصري ولا اجنبي؟ اللي انا عارفه ان سياده المستشار قال ان عايز يجيب مصري، مش هيجيب اجانب خالص. يعني فهل الساحه فيها حد ممكن يكون يمسك نادي الزمالك؟ مش مجامله، غير الكابتن حسن. ما تحرجنيش، ما انا بقول لك اهو. لا يعني هي القصه مش كده، هي بس هو ايه، يعني كل مدير فني بيشوف ال ال ال, ال اجيبها لك ازاي. اللي يتوائم معاه داخل النادي. طبعا الزمالك، طبعا النادي كابتن حسن ولي، كابتن اشرف قاسم، وكابتن طارق يحيى، وكابتن فاروق جعفر، وكابتن حلمي طولان. لكن كل واحد بيدرس هل ممكن ينجح في التوقيت ده، هل ممكن الامور داخل نادي الزمالك تبقى مناسبه معاه في الوقت ده ولا لا. كابتن حسن شايف ان الامور مش، لو تاخد رايي هو ممكن لو في تفكير في ان الكابتن حسن يكون موجود، لازم تبقى في قاعده مع رئيس النادي، وهو يبقى قاعد يحط، مش عاوز اقول شروطه، لا، طلباته بالنسبه للناس اللي تبقى موجوده معاه، طلباته للنجاح، وبعدين تبقى المحاسبه في اخر في نهايه الموسم. بس خلاص كابتن محمد صلاح موجود، فاحنا لا ماشي، لا انا بكلمك، لا انت دلوقتي ما نتكلمش في الفتره اللي، لا انا برد حتى ايا كان، حتى لو مش الكابتن حسن. لو في تفكير في مدرب، المدرب اللي يجي لازم يبقى عارف هو هيعمل ايه ومش هيعمل ايه. موضوع ان انت دايما هتتسأل كل مباراه، انت كده تحت ضغط، ان انت عارف ان انت بعد كل مباراه لو اخفقت. وعلى فكره احنا بنحاول ان احنا نحل دلوقتي واحنا كسبانين، دي حاجه كويسه. أيوه. يعني غير لما انت بتبتدي تحل المشاكل اللي عندك وانت خسران، حتى دي هتبقى فيها دي، ده الصداع بقى بالظبط. لكن انت دلوقتي يبقى فيه هدوء في التفكير وانت بتحل. فمهم جدا ان لما تجيب حد لازم تقول له احنا طموحاتنا كذا. فطموحاتنا معروفه، هي هو طموحات نادي الزمالك ما هي زيها زي النادي الاهلي بالظبط، دوري وافريقيا وكاس والكلام ده. هم الثلاث البطولات اللي انت تخش فيها لازم تكون منافس اول ليها. طيب. او تحصل عليها. خليني بقى اقول لك بقى، دام انت جبت سيره كابتن حسن، كابتن حسن مرشح لتدريب منتخب كبير جدا في افريقيا خلال الفتره القادمه، ومنتخب هيشارك يعني لسه امبارح كده كان في بدات مفاوضات مع منتخب كبير جدا في افريقيا مشارك في بطوله امم افريقيا. طيب خليني يا كابتن اشرف، محبينك كتير وهنفتح تليفونات شويه. اتفضل تحت امرك. معايا الاستاذ محمود من اسوان. استاذ محمود ازي حضرتك؟ الاقصر يا كابتن. من الاقصر. استاذ محمود ادريس. محمود ادريس، ازيك يا استاذ محمود؟ اخبارك ايه؟ وتحياتي. قالوا لي في الايربيس اسوان. نعم يا باشا. قالوا لي في الايربيس اسوان. يا باشا الاقصر واسوان اخوات تمام. مصر 27 محافظه كيان واحد. اكيد اكيد. ازيك يا استاذ محمود؟ طبعا بتحي الخلوق صديقي الكابتن اشرف قاسم. يا اهلا وسهلا. الراجل محترم اللي انا، انت عارف انا اهلاوي، مش عارف اقول لك ازاي، انت عارفني صاحبك. عارفين. كابتن اشرف ده انا بقول ان هو واحد من الناس اللي سابوا بصمه في تاريخ نادي الزمالك،
وهيفضل يعني اسمه مع نادي الزمالك زي الاسامي الكبيره منهم المعلم الكبير حسن شحاته وفاروق جعفر والاسامي الاساطير دي اللي الواحد لا يمكن ينساها. فبقول لكابتن اشرف يعني شابوه من الاقصر ومن واحد اهلاوي انت راجل محترم. الله يخليك كابتن. الله يخليك كابتن. طبعا بمناسبه انا داخل مداخله عشان اقول حاجه بس طالما سمعت كلام على صديقي واخويا الكبير الكابتن حسن فانا بقول لك ان شاء الله نسمع عنه كل خير ان شاء الله. طالما رايح اي نادي اي فريق جوه مصر بره مصر حسن شحاته اسم يعني زي ما انا اهلاوي ومحمود الخطيب حسن شحاته. حسن شحاته ومحمود الخطيب اكيد يا اسمح محمود. دي الكورة يا جماعة، دي الكورة عشان الناس برضو نعرف يا جماعة الكورة أخلاق، الكورة فن هندسة. يعني زي ما كان انت كده قلبت زملكاوي بقى فن وهندسة كده زمالك. لا ما أنا بحب الزمالك ما أقدرش أقول غير كده. زي ما كان الكابتن محمود والكابتن حسن قبل كل ماتش بياخدوا ايديهم لغايه الجمهور الابيض والاحمر عايزين الروح دي يا كابتن كريم ترجع طبعا تاني طبعا. وعايزين الناس الحلوه دي فعلا اسم مصر في افريقيا يبقى فعلا عالمي عالمي عالمي. الله. كابتن كريم انا مش هطول عليك بس انا عايز اقول شهاده حق يعني في حاجات كثيره في حاجات كثيره المستشار مرتضى منصور يعني غيرها في الزمالك. فانا كواحد لوكسوري من الاقصر انا بقول له ربنا يبارك لك وربنا يعني يوفقك في مهنتك انت يعني طبعا سياده المستشار ما تزعلش على كلمه ثاني فريق بعد الاهلي ولا عشان خاطرك نقول اول فريق. ماشي ماشي يا استاذ محمود سلم لي على على كل اهل الاقصر. الله يخليك. الله يخليك. والرساله من اهل الاقصر يا كابتن كريم يعني الكابتن حسن شحاته يا ريت يا ريت يا ريت تقف بجنب الفريق القومي كمواطن أكيد قبل طبعا. ما تكون حسن شحاته كابتن مصر و2006 و2008 و2010 انت مصري وطني اصيل فبحييك وبحيي الله يخليك كابتن اشرف. شكرا لك الله يخليك بشكرك شكرا جزيلا طبعا. طيب كابتن اشرف يعني عايز اكلمك شويه في الدوري اتفضل. بعد ما اتكلمنا في الزمالك ايه رايك في الدوري المنافسه دلوقتي في فرق ظهرت زي المقصه سموحه بتروجيت طلائع الجيش الاتحاد السكندري فرق مصري شايف شكل المنافسه هيكون ازاي برضو اهلي وزمالك ولا ممكن فرق تانية تخش؟ لا هو ممكن يبقى المنافسه ما بين اربع فرق يعني اللي هم الاقرب اربع فرق او خمس فرق يعني هنقول خمس فرق اللي حضرتك برضو قلتهم دلوقتي الاهلي زمالك المقصه والمقصه انا بعتبرها دلوقتي يمكن هي اكتر فرقه عندها استقرار فني داخل الملعب إيهاب جلال شغال معاهم شغل رائع جدا بصراحة. اللعيبة منافسة جدا داخل الملعب بشكل كبير أدائهم في نوع من التطور في الأداء وثبات في نفس الوقت يعني تحس إن هم بينزلوا المباراة عايزين يكسبوا عايزين ياخدوا ثلاث نقاط ودي مهمة جدا يعني برضو سموحة بس في بعض التذبذب في مستوى الفرقة بشكل واضح في اخر مباراتين كمان كان برضو في نوع من التذبذب وفي اخر مباراه بالذات كابتن حلمي معاه الحق شويه لان في بعض اللاعبين ما كانوش انضموا للفرقه ما قدرش ان هو يتعامل بشكل كويس او يشتغل معاهم الشغل الفني بشكل كويس. المصري يعني فوق وتحت بالظبط فوق وتحت شويه يعني الامور غير الموسم اللي فات لكن هم في مباراه في بعض المباريات بيقدموا كره رائعه يعني في مباراه الزمالك قدموا مباراه رائعه جدا بالظبط. وعلى فكره انت هتلاقي دلوقتي معظم الفرق قدام الاهلي والزمالك كالعاده يعني بكل لاعب بيلعب بروحي في الملعب يعني عايز يقول ان هو موجود بيعرض نفسه للناس كلها في المباراه دي زي دي يعني زي مباراه الاهلي وطنطا ومباراه الزمالك وطنطا بالرغم ان هم خسروا لكن كانوا بيحاولوا يأدوا بشكل كويس لان هو كده او كده المباراه مش محسوبه بالنسبه لهم يعني يعني المباراه داخلنا يعني عنده احساس ان هيتغلب بالنسبه الخساره فيها كبيره فبيحاول ان هو يأدي بشكل احسن يعني. أي. طيب كابتن اشرف عايز اكلمك على مركز الليبرو والليبرو ده عندنا في مصر كان يعني زمان بيعني لنا اسامي جميله انا افتكر كابتن ابراهيم يوسف طبعا الله يرحمه طبعاً كان الله حاجه طبعاً. في الليبرو ده حاجه انا طبعا وعيت على كابتن ابراهيم وطبعا حضرتك فكان الاثنين دول بالنسبه لي برنسات كده لعيبه كوره بيزيدوا من ورا بيلعبوا الفرقه كبلاي ميكر القصه دي ما بقتش موجوده يعني ما بقتش موجوده في الكره المصريه او في الكره العالميه دلوقتي بقى
طريقه اللعب كلها 4-4-2 او 4-2-3-1 او 4-3-2-1، ما بقاش فيه الليبرو اللي هو بتاع زمان اللي بيغطي على الاثنين مساكين، بقى اللي بيغطي واحد من الاثنين او الباك العكس. صحيح. هو المشكله دلوقتي يعني موضوع الليبرو هو يعني بقت موضه قديمه. لكن لو انت بصيت دلوقتي على في فرق في اوروبا بتلعب دلوقتي بتلعب خمسه تحت. وحتى لما ما بتلعبش خمسه بشكل واضح بتلعب 4-1، الليبرو ده بيبقى ليبرو متقدم او مدافع متقدم لقدام. وكان وبتشتغل بشكل واضح جدا. الطرق الدفاعيه دلوقتي لازم الناس تفهم ان دي اهم دلوقتي من. طيب خلينا ناخد مكالمه مهمه ونكمل مع حضرتك. معاك كابتن مؤمن سليمان. طبعا طبعا. مدرب نادي الزمالك، بقى مش عايز اقول السابق، هو ابن نادي الزمالك. ابن نادي الزمالك صحيح. موجود معانا على التليفون. كابتن مؤمن ازاي حضرتك؟ يا كابتن مؤمن التليفون معانا ولا قطع ولا ايه؟ طيب كلمونا تاني على الخط تاني. اتفضل يا كابتن، معلش قطعت حضرتك. فالامور يعني انا عجبني جدا بصراحه. فريق المنتخب الوطني في مباراه غانا. ايوه. وعجبني جدا فكر كوبر في المباراه. هو بقى اللي كان قاصد يلعب كده او الظروف اللي كانت في المباراه هي اللي وصلته انه يلعب بالشكل ده. الاثنين واحد بالنسبه لي. الاهم كان بالنسبه لنا في المباراه دي ان احنا ناخد 3 نقاط. ان احنا دافعنا وخدنا 3 نقاط ده حاجه جميله جدا. لكن لو معانا التليفون اتفضل. كابتن مؤمن ازاي حضرتك؟ كابتن مؤمن اهلا بيك كابتن كريم. اهلا بيك كابتن اشرف. الله يخليك كابتن مؤمن. الله يخليك. كله تمام الحمد لله. سامع ان انت زعلان عشان انا قلت ليك 19 يوم مستحقاتك. طبعا. صح. طبعا انا هستنى من دلوقتي 19 يوم نادي الزمالك. فضله كبير جدا ومستحقاتي كلها خدتها وتمام التمام. يعني تاني بس كمان في حاجه كابتن، هو كمان انا ما كلمنيش حد من امتي يعني خالص، ولا من قريب ولا من بعيد. انا ما قلتش لحد كلمك على فكره فين الاعلام كله، بس انا قلت مرشح لامبي يعني. وانا قلت تصريحات حضرتك من شويه ان ما فيش حاجه رسمي من نادي امبي ان هو كلمه. ممكن وكلاء لاعبين اعضاء مجلس الاداره كانوا مرشحينك على فكره في نادي امبي بقوه. ده شرف ليا طبعا. هو اللي انت مش عايز تقول عشان انت لسه ماشي من الزمالك ما يبقاش الموضوع محرج او حساس بالنسبه لك؟ الحقيقه والله ابدا ما فيش فعلا اي حاجه. انا عشان اكون منصف يعني مفيش اي حاجه. مفيش اي حاجه خالص. انا بس يعني طبعا يعني بالمناسبه ان انا بتكلم ان انا بشكر كل جمهور نادي الزمالك، مجلس اداره نادي الزمالك، ويا رب تكون الفتره دي قضت على خير. والحمد لله حاسس ان انا عملت اكتر حاجه اعرفها. ومعلش يمكن زعلت ناس شويه وفرحت شويه، فدي تجربه دي الكوره، وحاولت اعمل حاجه انا اللي اعرفه يعني حاجه جديده. ممكن الظروف ما ساعدتش او الوقت ما ساعدنيش قوي، لكن الحمد لله انا فخور باللي انا عملته ومبسوط باللي انا عملته، ويا رب اكون اديت جزء صغير من دين الزمالك عليا. طبعا اكيد وان شاء الله يعني انا تحت وهي في اي وقت. وهي الكوره كده يعني ما فيش حد هيكسب على طول، ما فيش حد هيخسر على طول. انت فرحت جمهور الزمالك وخدت الكاس وكسبت الاهلي 3 في نهائي الكاس، وكانت الناس طايره بيك وفرحانه بيك. الحمد لله. وهي كره نتائج بس. انا عارف طبعا بيبقى في ضغوط غير طبيعيه في نادي الزمالك كابتن مؤمن، ولازم نعترف بالقصه دي لاي مدرب. طبعا طبعا. والحقيقه بس هو الحاجه الغريبه شويه ان دي لاول مره الموضوع الاداء فارق قوي، لان احنا عملنا نتائج كويسه. يعني في الاخر النتائج التاريخ هيذكر الحمد لله وانا موجود احنا عملنا كذا وكذا وكذا كنتائج، حققنا بطوله كذا، وصلنا نهائي كذا، وعملنا كذا في الدوري. فدي حاجه كويسه الحمد لله. يعني مش كل حاجه بتمشي فجاه كويس، واي مدرب جديد بيبقى محتاج وقت. انا في 3 شهور حصل كل الاحداث دي. ايوه. فبعتبرها أيوة. الحمد لله فتره ناجحه الحمد لله. بس كان في تصريحات شويه من المستشار مرتضى منصور ان انت الامور بدات ما يبقى الكنترول على اللعيبه بقى قليل. هي دي دي الحاجه الوحشه اللي مش عايزه توصل للناس خالص. يمكن في بعض اللعيبه زعلانه مني، بس ده بسبب ان انا بحاول اطبق الصح اللي عرفه. ربنا يعرف انا كل يوم اديته بضمير، عملت احسن حاجه عندي. رعيت ربنا في كل تصرفاتي مع كل اللعيبه، عملت الناس بما يرضي الله من غير تفرقه، حاولت اعمل الصح طول الوقت. ففي ناس انا عاجبها النظام، في ناس ممكن ما يعجبهاش ده قوي، لكن الحمد لله انا ما يعني مش طالع خايف ان انا عملت حاجه غلط، ولو الوقت عدى بيا من جديد هعمل نفس اللي عملته. عشان كده ضميري مستريح الحمد لله. ضميرك مستريح؟ ما فيش حاجه حاسس انت قصرت فيها مع نادي الزمالك؟ علاقتي باللعيبه زي الفل، لان كلام النت كتير جدا. ما فيش اي علاقه وحشه بيني وبين اللعيب. الحمد لله قصرت بالايجاب على معظم اللعيبه وحسنت في حاجات فيهم. فدي المطلوب من المدرب انه يحقق بطوله مثلا، يعمل نتيجه كويسه، يسيب بصمه على لعيب تفضل معاه في حياته. فالحمد لله حاسس ان انا عملت شويه من ده.
اكيد. طيب كابتن مؤمن، يعني خليني برضو اخدك في نقطه، وكان الكلام كله الفتره فات بعد ماتش المصري لما قدمت استقالتك او الاداره قالت لك استقيل، انت الوحيد اللي تعرف اللي حصل او الحقيقه، وعودتك مره اخرى دي مش قللت، يعني خليتك تفقد السيطره على اللاعبين، او اللعيبه حاسه خلاص ان مؤمن سليمان كده كده هيمشي؟ والله مش كده، لو كده كنت عملت اسهل حاجه ولعبت اللعيبه اللي هم المفروض الناس عايزاها تلعب الاساسيين، وعملت اللي المفروض الناس عايزاه. انا طبقت الاخر ثانيه فلسفتي اللي انا بفكر فيه عملته، وكنت عامل حساب الماتشات الجايه. ايوه. فده مش دليل ان انا كنت بشتغل يوم، لكن في الحقيقه برضو انا بعد الماتش المصري يعني هقول لك بمنتهى الصراحه اتهزيت شويه، حسيت ان مع اول نتيجه احنا بنكسب ولعبنا وحش وحصل كده، فتصور حضرتك لو اتغلبنا فالنتيجه حتميه انا عارفها. فحسيت يعني ان هو الموضوع مش لطيف، يعني مش هيكمل على خير. أيوه. من اللحظه دي، لكن ربنا يعلم لاخر يوم. النهارده اضطريت ان انزل التمرين. ما كنت لسه هسالك، انت نزلت التمرين وبعدين بعد ما نزلت التمرين كنت المفروض تجتمع مع المستشار مرتضى منصور، ما روحتش الاجتماع وبلغت احد اعضاء الجهاز الفني ان انت هتستقيل او استقلت؟ الحقيقه لان انا يعني جيت النادي وقررت حاجه نفسيا لمؤمن، يعني ان انا لاخر يوم اعمل احسن حاجه عندي. أيوه. وكنت عارف ان انا همشي بعد التمرين، ومع ذلك الحمد لله اديت التمرين ومحدش عارف، محدش خد باله ان انا ماشي. ايوه. لغايه بعد التمرين وقررت. قررت وسيادة المستشار يعني تفاهم الموضوع، اللي بشكره جدا 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 على الفرصه اللي اتاحها لي والمسانده اللي بتستندها لي، ولو انتقدني بعض الاوقات بشكل يعني ممكن اكون زعلت منه، انا يعني دي حاجه بسيطه، انا عارف ان هو ساعات بيتنرفز وبيرجع بسرعه جدا لهدوء. التجربه ككل انا فخور بيها ومبسوط جدا باللي حصل، وبشكر سياده المستشار وجاز. سؤال اخير بقى، سؤال اخير او خليهم ثلاث اسئله بسرعه. لا بالعكس، اكيد كابتن اشرف انا مستمتع بيك، مستمتع وانت اكيد لعبت مع كابتن اشرف، لحقته شويه في الاخر كابتن مؤمن؟ طبعا حبيبي، واستمتعت مع البرنس في الملعب طبعا. طبعا. طيب اخر ثلاث اسئله، السؤال الاول بعد المصري لما استقلت والموضوع انتهى رجعت ليه وانت عارف ان انت كده كده هتمشي؟ وانا كنت شايف ان خلاص انت ما ترجعش، انا بيني وبين نفسي او وانا كمان كان جوايا بقول كده. انا مش عايز اجاوب على السؤال ده لاني دي حاجه انا في نادي الزمالك، ومش معنى في حاجه مش عاجباني ان اقول لا انا ماشي. والنادي كان فعلا ساعتها خليني اكون صريح يعني ما كانش في حد، فحسيت ان انا هبقى يعني مش لطيف ان انا لو قلت انا يا جماعه ماشي، فحسيت يعني اتكلمت في دوت ومره واثنين وثلاثه وحسيت ان انا ما فيش لازم اكمل. أيوه. الوقت دوت، لكن ضغط بقى حسيت ان الموضوع بقى اكبر والضغط من كل ناحيه، فحسيت ان ده الميعاد المناسب. الميعاد المناسب. طيب الحاجة التانية، أنت قلت أنت علاقتك بشيكابالا رائعة رغم أن البعض روج أن أنت عشان شيكابالا امبارح في لقطة جت ما سلمش بعد التغيير، الولد طلع أنا عارف شيكابالا ممكن يطلع من الملعب 100 دقايق فخلاص أنا بسيبه جاي يسلم سلم صح، خلاص وده موقف صح، وبعدين بقى نتكلم صح. بعد الماتش هو أول واحد نزل يسلم عليا، يمكن يا رب تكون كاميرا التلفزيون جابتها. انا استغربت حتى ان هو ما قررش يستنى تاني يوم لغايه ما يجي يقول لي معلش يا كابتن، لا هو راح نازل جاي حاضرني من ورا وقال لي مبروك يا كابتن. يعني دي علاقه شيكا. سعيد ان محمد صلاح هو اللي مسك او هيكمل مع الزمالك؟ طبعا طبعا، هو واحد واكتر واحد عارف الفريق وعنده كل التفاصيل الموجوده وعارف الشغل اللي فات كان ايه، ولو عنده تعديلات هيقدر يعملها بسرعه غير اي واحد هيجي من بره. وهي الفتره ديت كل ثلاث ايام ماتش، فمثالي كابتن صلاح هو انسب واحد وعنده من خبره كفايه وراجل محترم جدا، فاتمنى له يا رب التوفيق يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك كابتن مؤمن. اخر حاجه، الجهاز الفني اللعيبه انا علاقتي بيهم زي اكثر من ممتازه، واي كلام غير كده صدقني كله من باب الخيال. تمام. بشكرك جدا. تقول ايه للفرقه وللجمهور يا كابتن قبل ما تختم؟ اشكركم كلكم، الفرق اللعيبه انتوا سبب من اسباب الحمد لله نجاحي، وقت لو كنت ضغطت عليكم زياده عن اللزوم ساعات بس كان عشان الشغل استحملتوني، وبقول للجمهور متشكر جدا على الوقت اللي انا قضيته في نادي الزمالك، الشعور اللي انا حسيته، ويا رب اكون قضيت حاجه عملت حاجه كويسه تفرحك. شكرا. واحنا بنشكرك على مجهودك مع نادي الزمالك كابتن مؤمن، ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفتره القادمه. وده كان مؤمن سليمان مدير الفني نادي الزمالك، خلاص بقى يعني نقدر نقول مدير فني سابق في نادي الزمالك. طيب هطلع فاصل سريع وارجع اكمل تاني مع كابتن اشرف قاسم عشان عندنا فاصل اخير. اتفضل يا كابتن. اتفضل. نرجع تاني مع الكابتن اشرف قاسم بعد ما سمعنا تصريحات كابتن مؤمن سليمان، ويعني الراجل اتكلم في كل حاجه. كابتن اشرف،
كنت بسألك على موضوع الليبرو ومبقاش موجود في الكرة المصرية. لا هو يعني في معظم في أوروبا برضو بيلعبوا أربعة دلوقتي. بيلعبوا دايما 4-2-3-1 يعني معظم الفرق بتلعب بالشكل ده علشان عندهم اللاعبين المميزين قوي بيلعبوا تحت الفرود. يعني زي برشلونة زي ريال مدريد الفرق دي معظمها بايرن ميونخ برضو بيلعب في ألمانيا بالشكل ده. لكن لما تيجي أنا بتكلم على الفرقة اللي هي بتشتغل بشكل فعلي في الملعب أو بشكل يعني في منطقية شوية أتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد من الفرق اللي بلغة الكرة بنقول عليها فرقة سئيلة شوية في الملعب يعني. هو مش ممتعين بالنسبة للجماهير بس بيكسب يعني. المباراة زي النهاردة كانت مباراة ريال مدريد وأتلتيكو أنا ما شفتهاش بصراحة كنت جاي في الطريق. من المباريات اللي أنا بحب أستناها علشان أشوف الشكل الفني بيلعبوا إزاي مش إن أنا أتفرج وأستمتع بالمباراة لأن دايما بيبقى الواضح إن ريال مدريد دايما بتبقى ضغط على أتلتيكو وبيلعبوا الهجمات المرتده وبينجحوا فيها. أيوة. يعني برشلونه وريال مدريد بيعانوا في المباراه دي بالذات. ريال مدريد كسبت اتلتيكو 3 بيعانوا رونالدو الهاتريك بيعانوا لكن فكر ممكن اكيد مليون في الميه لعبوا في وقت من الاوقات لعبوا فتحوا الملعب مليون في الميه وده اللي حصل في مباراه مصر وغانا. احنا كل الناس كانت بتتفرج على مباراه مش مستمتعه باداء المنتخب المصري بالظبط لكن الاهم ان انت حققت الهدف ده وطلعنا طبعا شكرنا في المنتخب كله وده طبيعي. يعني لازم ياخدوا حقهم ان في كوتش من بره شاف امكانيات الفرقه اللي قدامه بالقوه بتاعتها وامكانياتهم الفنيه داخل الملعب بس فرديه اكتر منها جماعيه. الناحيه الثانيه المنتخب مصر امكانياته لازم يلعب الثلاث خطوط تبقى قريبه جدا من بعض ما يخلقش مساحات للفرقه الثانيه عشان الاختراقات فقدر ان هو يوصل للهدف بتاعه. حتى الهجمه المرتده اللي في الجون الثاني انا بعتبرها من احسن الكرات اللي كانت في المباراه بالظبط. النقل اللعب من الناحيه الهجوميه رائع جدا من التمريره بتاعه صلاح لرمضان حتى كمان تلاقي عبد الله سعيد في المكان ده ما بيكونش موجود فيه بشكل دائم يعني الكره وصلت لصلاح عدت من تحت رجله وصلت لعبد الله قدر ان يتعامل معاه بالشكل اللي احنا شفناه فده نجاح للفرقه طبعا. وفي البدايه خالص في اول 4 دقائق الفاول اللي اتعمل من عبد الله سعيد لمحمد صلاح لو كانت الكره جت كنا هنقول اشعار في كوبا طبعا. طيب كابتن اشرف ما بقاش فيه اللعيب الليبرو بتاع زمان سيبك من مركز لكن المدافع اللي هو بيمسك كوره ويبدا هجمه ويعدي ويزيد مع النص الملعب ويكمل يعني كنا بشوف اشرف قاسم وبشوف ابراهيم يوسف الله يرحمه وبشوف عماد النحاس بشوف يعني ممكن فتح الله دلوقتي شويه أيوة بيأدي الدور ده بالزبط. لكن على مستوى الكره المصريه على مستوى المنتخب على مستوى الانديه مش شايف واحد شبه اشرف قاسم في طريقه الاداء. هي برضو خد بالك الطرق اللي بيلعب بيها طبعا معظم الفرق دلوقتي هي اللي مش مديه فرصه ان يتلعب بالشكل ده. الحاجه الثانيه هو في اوقات طبعا احنا هنروح بعيد ليه منتخب مصر 2006 و2008 و2010 كان بيلعب ازاي؟ كان بيلعب بايه؟ بليبرو. طيب كان ابراهيم سعيد وبعدين هاني سعيد بالظبط. هو المهم جدا ان لازم الناس تعرف انت بتلعب بامكانيات اللعيبه اللي معاك مش بفكرك انت يعني انت يكون عندك فكر لكن الادوات اللي معاك انا دايما بقول على اللاعب اللي هو الاداه المنفذه يعني هو مش قادر ينفذ الفكر ده يبقى لازم تنزل لامكانيات اللاعب بتاعك عشان تاخد منه كل حاجه تنجحك. ايوه فهو عشان كده احنا قدرنا ان احنا نتعامل مع الفرقه كلها احنا كنا رقم 1 في افريقيا ورقم 9 في على العالم عالميا يعني صح. ما هو احنا مش ممكن هنوصل للمرحله دي من فراغ فالمجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده كانت منفذه جيده او ممتازه جدا لفكر المدرب وعشان كده احنا نجحنا لكن لما اجي دلوقتي انا عندي فكر معين وبقوله للاعب لكن هو مش غير قادر على تنفيذ الفكر ده هفضل مصمم ان انا لازم العب بالشكل ده لا يبقى غلط. يعني انا اقول لك من وجهه نظري لو كان مؤمن كان معانا ويا ريت تقول له على السؤال ليه ما لعبش في المباراه الاولى اللي احنا اتغلبنا فيها المباراه ثلاثة في قلب الدفاع ليه ما لعبش بالشكل ده ليه ما امنش وعمل كثافه عاديه علشان على اساس ان هو كان ممكن يطلع بنتيجه قليله او تعادل طبعا 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 يعني فالامور دي لازم المدير الفني برضه يبقى متعايش مع امكانيات لعيبته وهل هو يقدروا ينفذوا ولا ما يقدروش دي بتفرق كتير جدا في نجاح الفرقه وعدم نجاحها. طيب كابتن اشرف قاسم فين؟ كابتن اشرف قاسم مسك وعمل تجربه كويسه قوي مع المحله رغم الامكانيات كانت ضعيفه جدا وعمل نتائج كويسه رغم ان هو ما قعدش في الدوري بعد كده غزل المحله لكن كابتن اشرف فين في ساحه التدريب وانت يعني من المدربين المميزين؟ والله بص هقول لك على حضرتك على حاجه هي طبعا الامور مختلفه شويه في الفتره الاخيره وكل الناس عارفه والواحد اتكلم كتير فيها
يعني انا بيتعرض عليا حاجات بس انا عاوز اروح في مكان اقدر انجح فيه. يعني مش عاوز اكرر تجربه انا تعبت فيها جدا زي ما حضرتك برضو قلت، وكنت دايما بعمل مداخلات معاك بالظبط حتى اذا كان هنا او في الراديو، ودايما تثني على اداء الفرقه ولكن ما بنكسبش. يعني احنا تعادلنا حوالي مثلا 12 مباراه ورا بعض، ف مش عاوز اقول ان كنت بلعب بشكل دفاعي شويه علشان انا عارف امكانياتك كده. ما هو مش هقدر ولا انا لو مسكت اي فرقه دلوقتي هعرف اشوف امكانياتها ايه وهلعب على قد الامكانيات بتاعتها. يعني لما تمسك فرقه زي الاهلي والزمالك غير لما تمسك فرقه في اخر الجدول، الموضوع مختلف تماما. يعني علشان كده النادي الاهلي والزمالك بيعانوا من الفرق كلها اللي بتلعب قدامهم لما بيلعبوا بشكل دفاعي. فانا الفتره اللي جايه يعني في بعض الحاجات بتعرض عليا، ممكن ان شاء الله يكون في حاجات دوري ممتازه الفتره دي ان شاء الله. يعني والله ما ده كل يوم كل يوم مدربين بتتشاف. مش عارف برضو انا متابع انديه كتيره في الدوري وحاسس ان المسؤولين في الانديه هم سبب في مشاكل فريقهم. يعني في مسؤولين بيمسكوا انديه او رؤساء انديه او اعضاء مجلس اداره انديه كتير، مش بتكلم على نادي او اتنين، وهم ما عندهمش الخبره الكافيه او الدرايه الكافيه باداره فريق كره قدم، وبالتالي بشوف فرق بتنهار وفرق بتدخلات ومن ناس كتير، مش بتكلم على حد معين. فحاسس ان في ازمه مسؤولين في مصر عن كره القدم في الانديه. انت حضرتك قلت برضو نقطه مهمه جدا اللي هي خبرات في اداره الفرق الرياضيه وخصوصا فرقه كره القدم، لان هي بتبقى الوجه لكل نادي. يعني كل الانديه حتى اللي صعدت كان همها انها تصعد، لان الضوء بيتسلط على الفرقه ايا كان، اذا كانت شركه او نادي جماهير اي حاجه. كابتن اشرف دلوقتي ان الرئيس نادي يقول لك المدرب ده يمشي، او ده يعني بنشوف ثلاث مدربين بيمشوا في اسبوع بالظبط. على فكره معظم الانديه السنه دي هتلاقي بتغير كل اربع خمس مباريات هتلاقي غير مدرب، ودي طبعا مش حاجه، ما دي عدم خبره يعني. لكن لما تيجي تبص من البدايه خالص وخصوصا الانديه اللي صعدت ما كانش في تجهيز ورؤيه اللي هيتعمل في بدايه في الموسم. يعني معظم الفرق اللي صعدت ما جهزتش، ما دعمتش بشكل كويس، مع احترامي الكامل ما صرفوش بالشكل المطلوب. كان رايحين عايزين يجيبوا باقل الامكانيات، ولازم الناس تعرف ان في لاعب يقدر يلعب في الدوري الممتاز ولاعب يلعب في الدوري الممتاز او دوري الاضواء به. الاثنين دول مختلفين تماما، زي لما يكون في لاعب دولي ولاعب محلي. موجود على فكره، يعني حتى اللي يقول لك لا اللي يلعب محلي يقدر يلعب او الدوري الممتاز يلعب دولي، لا مش صح. في حاجات كتير جدا، الضغوط اللي بتبقى على اللاعب بتختلف بشكل كبير، الضغوط اللي بتبقى على اللاعب، ودايما اللاعب اللي موجود في اهلي وزمالك او انديه جماهيريه مختلف عن اللاعب اللي مش بيلعب في نادي جماهير، لان الضغوط اللي بتبقى عليه مختلفة تماما طبعاً. على اضواء وجماهير وصحافة واعلامه طبعا. واللاعب اللي بيلعب في اهلي وزمالك عليه ضغوط انه لازم يكسب كل مباراة، لان المباراة اللي بيتعادلها يعني اكنه خسر المباراة، ولو خسر بطولة يعني دي كارثة بالنسبة له. فغير الاندية التانية الامور لازم يبقى فيه رؤية كويسة جدا للاندية اللي بتصعد، لازم يبقى حاطط بلان لنفسه هو هيعمل ايه الموسم دوت. طبعا الطبيعي ان هو اول موسم بيبقى فيه صعود لاي نادي كيفيه البقاء في الدوري الممتاز صح. لكن في بعض الناس بتاخدهم يعني بيبقوا عندهم شده كده شويه في التصريحات، يقول لك احنا نطلع ان احنا صعدنا عشان ننافس، فبتلاقيه بينزل درجه ممتاز بيه تاني على طول، لان هو الرؤيه بتاعتك مش صح. يعني اهدافك مش مظبوطه، لازم تبقى واقعي شويه في فكرك وتجهيزك للوضع. انا شايف ان الدوري السنه دي صعب جدا على كل الفرق، حتى الفرق الكبيره بتلاقي صعوبه كبيره جدا في مبارياتها. ان شاء الله الموسم ده موسم قوي جدا حتى في الممتاز الف والممتاز ب. اشرف قاسم، مين كان مثله الاعلى في الكوره كلاعب؟ كنت بتحب تتفرج على مين وانت بتحاول تقلده؟ انا قلتها في كل حته برضه، يعني في كل مكان بقوله، هو اللي حببني في الكوره كابتن حسن شحاته. انا حبيت نادي الزمالك عشان كابتن حسن شحاته. كنت دايما بتفرج عليه، ما لحقتوش، هو يعني بطل 82 انا طلعت 84، كان لسه عندي 16 سنه وشويه. كنت طبعا اتمنى ان انا اكون موجود معاه، لكن كنت بتفرج عليه ما يعني ما كنتش مصدق ان انا ممكن اكون في المكان اللي هو كان بيلعب فيه كابتن حسن. على مستوى التدريب طبعا هو كابتن جوهري من معاشرتنا ليه فترات كبيره، هو اثر فينا يعني هتلاقي معظم الجيل بتاعنا هتلاقيه بيروح على كابتن جوهري. كان ليه تاثير كبير جدا على فكرنا كمان، ودايما بندافع على فكره وهو كان بيضرب.
فيعني حتى انا شايف ان انت مدرستك قريبه شويه من مدرسه، ولا عشان الفريق اللي انت ماسكه امكاناته مش عاليه هجوميه؟ يعني ممكن اشرف ياسين هو مسك فرقه كبيره اللي بيلعب بشكل هجومي طبعا طبعا ليه لا، ما هو امكانيات لعيبتي اللي هتحدد. مش حلمك ان انت في يوم من الايام تبقى مدير فني نادي الزمالك وشايف ان في ناس اصغر منك خدت الفرصه وانت ما خدتهاش؟ لا انا ما كسفش ان انا طبعا اتمنى طبعا مفيش كلام. ما تعرضش عليك كابتن فتره لا خالص؟ لا لا هو كان دايما اسمي بيبقى مطروح مع لما بيكون في مدربين اجانب بيبقوا موجودين انا اكون موجود كمدرب عام. لكن لا ما اطرحش عليه، لكن طبعا اي واحد فينا في جيلنا بيتمنى طبعا يكون موجود كمدير فني نادي الزمالك. هي الفرصه دلوقتي بقت متاحه، يعني اللي بيعمله المستشار مرتضى انه اتاح فرص لكتير جدا. يعني هو غير مدربين كتير فممكن يبقى الفرصه متاحه. لا طبعا يعني امنيه طبعا الواحد بيتمنى. بشكرك كابتن اشرف، ربنا يخليك نورتنا وشرفتنا، والفتره بقى الجايه عايزينك تيجي معانا الماتشات والاستوديوهات وكده ونستمتع بوجودك معانا. لا تحت، انا استمتعت بيك واتشرفت بوجودي مع حضرتك. الله يخليك كابتن اشرف قاسم، طبعا برنس الكره المصريه. كابتن اشرف قاسم كان ضيفنا النهارده في كوره كل يوم، بشكره على حضوره النهارده وان شاء الله دايما كده بالتوفيق لكابتن اشرف. بشكر كل طاقم العمل في كوره كل يوم كلهم، اياب الخطيب وعمر الايوبي وفريق الاعداد كله ومحمد ابراهيم مخرجنا وفريق الانتاج كله محمد فهمي وكل الناس اللي موجودين بشكرهم شكرا جزيلا. بكره ان شاء الله نتقابل بالليل الساعه 11 وحلقه جديده مع كوره كل يوم.